السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل الماس مكسور. إليكم توقعات الحلقة 12. الشرطة بتداهم رائد ورفيقه، وبيتفاجأ رائد، بتوقع رائد يطلع من السجن ويحبسه. أحمد يبقى بالسجن بالوقت الحاضر، أحمد بيساعده وبيتم يتواصل مع ريف. ريف بتزور أحمد بالسجن وبتعرف رائد هو اللي السبب، وراح تعمل المستحيل للطالع من السجن. رائد بيقابل ريف، وريف بتطلب منه تساعد أحمد ويطالعه من السجن وتقول له بعرفك أنت السبب. بتوقع رائد يقول لريف إذا بتوافقي تتزوجيني. بطالع أحمد من السجن، هل ريف ستوافق تتزوج من رائد ليخرج أحمد من السجن؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة.